مرحبا والف مرحبا مشاهدي الاولى صارتنا الاسبوعيه جمعتنا زينه لان جاتني هاد لا بروبوزيسيون لانني قدم السهره الاسبوعيه اللي يعني فلور دو بوينت السهره الاسبوعيه اللي كيتفرجوا فيها المغاربه في القناه الاولى ف لا بروبوزيسيون كانت من الشركه المنتجه بون انا ما كنظنش بانه كان اختيار اعتباطي لان ديجا يعني انا باحث في التراث و بلوس انا محاضر لان يعني من بعد ما حضرت الدكتوراه يعني كنت محاضر في مجموعه من المراكز ديال واخا في لا فيزيك نوكليير ولكن يعني عندي القدره على المحاضره فكانت لا بروبوزيسيون صراحه يعني كان توافق بيني وبين الشركه المنتجه وحتى ما بين القناه الاولى لانهم هما كانوا كيقلبوا على واحد الوجه جديد اللي خاصو يكون فنان يعني ممارس لانه مطلوب منه انه يغني في السهره ويكون عنده ان باجاج لانه في كل حلقه كنتكلموا على التراث المغربي مختلف التلوينات ديالو دونك خاص تكون عندك واحد التجربه وتكون عندك معرفه بالانماط الغنائيه التراثيه وكنظن بانه يعني بغات للقناه للشركه انها تخرج من داك النظره النمطيه اللي ولفناها على المنشطين ولا لي زانيماتور ديال السهرات يعني انهم يكونوا فنانين اللي معروفين اللي كيجيو كيقدموا السهره كنستافدوا من القاعده الجماهيريه ديالهم وربما يقدروا يكونوا اقرب للمشاهد كما قلت في البدايه يعني انا محظوظ يعني انه يعني نقدم السهره الاسبوعيه اللي حتى يعني السهره ديال السبت حنا معروفه في عند المغاربه السهره ديال السبت كيتسناوها المغاربه كلهم فما عندهاش علاقه بكورونا لان ديجا لا بروبوزيسيون كانت قبل كورونا وهذا العمل هذا راه الناس كانوا كيخدموا عليه 2 عام وهما كيخدموا على هذه لا بروبوزيسيون هي يعني في اطار يعني التكوين ديالها يعني ما عندهاش علاقه بكورونا ولا حيت ما بقاوش الحفلات وانا الاختيارات ديالي دائما في الحياه ما كتكونش هكذا ماشي حيت ما لقيتش ما ندير هنا مشيت لهنا ماشي حيت درت الدكتوراه في النوكليير وما لقيتش الخدمه في النوكليير درت العيطه سي باس با كوم سا بدا عندي الناس اللي كيقول لك شفناك في العيطه بقى في العيطه فانا كنت غنيت الاغنيه الغيوانيه غنيت غناوه يعني غنيت مجموعه من الانماط الغنائيه فما عندهاش علاقه يعني انه هي ماشي الانسان كيكادري راسو في واحد البلاصه وكيقول انا غادي نبقى فيها دائما فانا كنظن بان الفنان والانسان عموما فهو كيعيش تجارب والحكم اللي كيبقى هو الجمهور يعني انا كنشوف بانه غالبيه التعليقات فهما تعليقات ايجابيه يعني الناس شافوا بانه عجبهم الطريقه ديال التقديم كيحسوا بانه ملي كنتكلموا على جماعه نازينه فهي واحد الجماعه اللي قريبه للناس في التقديم انا كنظن بانهم في الحياه عموما ما يمكنش يكون الاجماع على شي حاجه فما كنكونش الاجماع على شي حاجه ف يعني عادي انه كتعجب واحد الناس وما كتعجبش واحد الناس وانا كنقول هاد الناس اللي ما عجبتهمش انا زعما سي با سي لو ديبي يعني غادي نحاول انني نخدم باش نقنع اكثر عدد ديال الناس صراحه انا ما كنتابعش دنيا باطمه يعني ولكن شفت في لي كومونتير عندي يعني كيتكلموا على هذه القضيه وصراحه ما قلبتش يعني ما عرفتش اكزاكتومون ولكن عرفت بانها انتقدات كنظن بانه كان بينها وبين اكرام انا كنظن بانه كل واحد حر انه يعطي الراي ديالو باش نقول لك غادي نرد على دنيا باطمه لانني ما كنتابعش هذه المسائل وصراحه يعني ما عنديش مال انا بالنسبه لي اللي كيهمني هو الفن والاعمال الفنيه الاعمال الثقافيه اما هذا النوع من السجالات ولا ما بالنسبه لي ما كيهمنيش زعما صراحه يعني هادشي اللي نقدر نقول ما همتنيش المساله اللي كيهمني هو انه الناس كيفاش شافوا لو برودوي مولاي عبد الله للاشاره مولاي عبد الله هي ماشي عيطه هي اغنيه خاصه ولاول مره في قناه
ولا في إذاعة ولا في سميتو كيتكلموا على صاحب الأغنية ديال مولاي عبد الله اللي هو تهاني السالم. يعني هي ماشي عيطة، هي قصيدة كتبها واحد السيد ولحنها لأول مرة. سيتي تانوماج لهذا السيد. مولاي عبد الله غناوها جل الشيوخ والشيخات، ابدعوا فيها وعطوا كل واحد كيغنيها بالطريقة ديالو كما كنقولوا حنا بالرفود ديالو. وللإشارة فمولي عبد الله اللي غنيت أنا واللي سوغ الانترنت هي أكثر مولي عبد الله مشوفة. يعني من نهار بدأت مولي عبد الله أكثر مولي عبد الله مشوفة هي اللي غنيت، يعني عجبت الناس. أنا كنظن بأن الحكم اللي كنقول دائما هو الجمهور. صراحة أنا كنت أتكلم على تجربتي الخاصة، فما لقيتش يعني عراقيل يعني بهذا المفهوم ديال دي جون اللي كيديروا كلاصه في الرويضه ولا هذه، او لا ربما انا ما كنديهاش في هذا المساله. تيكونوا دي بروبوزيسيون ولكن ما كانش شي بروبوزيسيون يعني كونكريت يعني اللي واجده. ولكن انا كنقول بانه الى واحد المخرج شاف بانه ممكن انني نكون في صالح كوجه ككوميديان ولا كممثل، وانا حسيت بانني ممكن ان نعطي في هذه المساله، يعني هذه مهمه، يعني انني ماشي غير حيت خصني نمثل ولكن خصني نحس بانني انا مؤهل وقادر نعطي في هذه المساله، فلماذا سينو؟ يعني انا فان كونطرا كنبقى مغني، يعني هذه هي اللي كنشوف فيها راسي. ولكن تجربة ديال التقديم، تجربة ديال التمثيل خاصنا في المغرب، وفي يعني بما أننا في إطار تكوين واحد الصناعة فنية في المغرب خاصنا نفهموا بأنه راه هذه المسألة عادية في كاع الدول وفي كاع الناس اللي فايتيننا. يعني أنه كنشوفوا بأنه المغني ممكن أنه إلا كان مؤهل لهذه المسألة فممكن أنه يمارسها. أكيد في رمضان كنتفرج في القنوات المغربية. أنا كبرنا في دارنا كنتفرجوا في القنوات المغربية، يعني كنتسناو الأذان ومن مورا الأذان كنتفرجوا في أي حاجة قدمتها لنا القناة التلفزية المغربية. قناة العساس كنشوف الماضي لا يموت باردون. تقريبا كاع الأعمال اللي كنشوفها قهوة نص نص يمكن ديال اللي كاينة في لي سيتكوم. بون كنزابي من سميتو ولكن كنبقى محافظ على، يعني ما كنتبع لهذا العام ما كنتبع حتى شي حاجة من القنوات الأجنبية. يعني كنحاول أنني نتبع القناة الأولى أولا لأن من الضروري عليا أنني نتابع القنوات المغربية، لأنه أنا في لو دومين وخاصني نعرف شنو كاين في لو دومين. وثاني حاجة وهو أنه كيعجبني داكشي اللي كيكون في التلفازة المغربية. كنحس براسي كنتفرج في راسي في التلفازة، يعني التلفازة ديالنا ديال المغاربة كنتفرج فيها.